في بضع خطب مع بيان احداث غزوه بني مصطلق وورد في تفصيل ذلك اكثر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالنقيع راى ساعة وكلا وغدرانا كثيره فسال عن الماء فقيل يا رسول الله اذا صفنا قلت المياه وذهبت الغدر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلطعة أن يحفر بئرا وأمر باتخاذ الناقيه حمى، واستعمل عليه يومئذ بلال بن الحارث المزني فقال بلال: يا رسول الله وكم أحمي منه؟ فقال اقم رجلا صيتا على هذا الجبل اذا طلع الفجر فحيث انتهى صوته فحمه لخيل المسلمين وابلهم التي يغزون عليها فهذا كان تقديره صلى الله عليه وسلم لساعه المكان فقال بلال يا رسول الله افرايت ما كان من سوائم المسلمين فقال لا يدخلها قلت يا رسول الله ارايت المراه والرجل الضعيف تكون له الماشيه اليسيره وهو يضعف عن التحول قال دعه يرعى اي قد اذن للفقراء فقط برعي المواشي فيه اما الاغنياء من الصحابه فقال لهم ان يجعلوا لهم حما خاصا إذ هذا الحمى المذكور خاص بالمواشي الحكومية حصرا فبقي هذا الحمى على حاله في عهد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبعد ذلك عندما كثرت الخيل والإبل استبدله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على صحة الصحابة ونضارتهم ونشاطهم، وكان صلى الله عليه وسلم يجري بينهم من حين لآخر مسابقات رياضية يغلب فيها عنصر الشجاعة والمروءة والإيمان والتدريب للجهاد. هذه الألعاب الرياضية زادت بشكل كبير من معنوياتهم وشجاعاتهم وإرادتهم وإقدامهم أي كانت هناك مسابقات الألعاب فحين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النقيع عائدا من المريسيع أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسابقة بين خيول الصحابة وإبلهم فسبقت ناقته القصواء الابل كلها. وكان يركبها سيدنا بلال بن رباح. كما سبق فرسه الظرف الخيول كلها. فكان معه صلى الله عليه وسلم فرسان لزاز واخر يقال له ذرب. فسبق يومئذ الضرب وكان عليه أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه في نفس المكان نجد ذكرى سباق حضرته صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة في الجارية فقد ورد في كتاب إمتاع الأسماعي أن حضرته صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها في هذا السفر فتحزمت ثيابها وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثم استبقاه فسبق صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقال هذه بتلك السبقه التي كنت سبقتني في هذه الجمله اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى حدث في الماضي اذ كان قد جاء في بيت ابي بكر رضي الله عنه وراى ما عايش شيئا فسالها اياه فابت وسعت وسعى في اثرها فسبقته فكان صلى الله عليه وسلم يقوم هذه الأعمال والتصرفات في البيت لجعل أجواء البيت سعيدة، فقد ترك لنا في شيء أسوة، وفي ذلك درس للذين يقسون على زوجاتهم كثيرا، لقد نقل ابن الجوزي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته الرواية السابقة يمكن أن تكون في مناسبة أخرى مما يعني أن مثل هذه الأحداث كانت تحدث عموماً، فسكت عني حتى حملت اللحمة وخرجت معه في سفرة أخرى، فقال للناس هذه المرة أيضاً: تقدموا فتقدموا كلهم، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. لقد أورد المصلح المعود رضي الله عنه أيضا هذه الواقعة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول مع زوجاته ذات مرة سابق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قدام الجيش وليس في معزل عنه بل أمام الجيش فانهزم النبي صلى الله عليه وسلم وسبقت عائشه. وفي المره الثانيه تسابقا فسبقها لان عائشه رضي الله عنها كانت قد حملت اللحم عندها. فسبقها لان عائشه رضي الله عنها كانت قد حملت اللحم عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك يا عائشه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب التجوال مع نسائه، وإن ما أباحه الإسلام لا يسمى عيبًا. في قديم الزمان، وفي العصر الحاضر أيضًا، ينفصل بعض الناس عن زوجاتهم، ويجدون خجلًا باطلًا في السير معهن. حيث يمشون امامهن وتسير زوجاتهم خلفهم على مسافه اذا كان بعضهم على هذا الداب في العصر الحاضر فلهم في هذا الحدث اسوه لقد علمنا الاسلام حسن معاشره النساء وترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا اسوه في ذلك في هذا السفر نجد واقعة الإفك أيضا وتفصيلها كالتالي: أثناء العودة من بني المصطلق أثار المنافقون فتنة أخرى أيضا وهي اتهامهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها باطلا ويقال لها واقعة الإفك وفي السابق كان عبد الله بن ابي قد سعى لخلق النزاع على الماء. وهنا واقعه اخرى. وقد ورد تفصيل ذلك في البخاري على لسان السيده عائشه حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين ازواجه فايهن خرج سهمها؟ خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشه فاقرع بيننا في غزوه غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انزل الحجاب فكنت احمل في هودجي وانزل فيه فصرنا حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دناونا من المدينه قافلين اذن ليله بالرحيل فقمت حين آذن برحيل حتى جاوزت الجيش لقضاء حاجة فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا إقد لي من جزع ظفار قد انقطع وظفار جبل أو مدينة بالقرب من صنعاء باليمن وأقود جزعها شهيرة فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه أي تأخرت قالت وأقبل رهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلنا ولم يغشاهن اللحم انما ياكلن العلقه اي القليل من الطعام فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جاريه حديثه السن فبعثوا الجمل فساروا وذللت ابحث عن عقدي حتى وجدته بعدما استمر الجيش فجهت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به اي حيث كانت خيمتي او مبيتي فظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي فبينما أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت فكان صفوان بن المعطل السلامي ثم الذكواني من وراء الجيش وكان مامورا بالبقاء وراء الجيش حتى إذا وجد هناك بعض الأشياء ساقطة المنسية في منازل القوم جاء بها فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه أي بقوله إن لله وإنا إليه راجعون حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهو حتى أناخ راحلته ووطي على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول قالت عائشة رضي الله عنها فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله بن ابي بن سلول قال عروه اخبرت انه كان يشاع ويتحدث به عنده اي عند عبد الله بن ابي فيقره ويستمعه ويستوشيه وقال عروه ايضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنا بن تجاحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن الذي تولى كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان وتقول انه الذي قال دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه اي كان حسان رضي الله عنه كبير الصلاح ومخلصا ووفيا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت رضي الله عنها لا تطيق ان يذكر عندها بسوء قالت عائشه رضي الله عنها فقدمنا المدينه فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول اصحاب الافك لا اشعر به شيء من ذلك اي كنت ملازمة البيت بسبب مرضي فلم أعلم بشيء عن حديث الناس وهو يريبني اني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكي انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقحت فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا أي كنا نخرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة وذلك بالليل اذ لم تكن المراحيض في البيوت عندها قالت عائشه وامرنا امر العرب الاول في البريه قبل الغائط وكنا نتاذى بالكنف ان نتخذها عند بيوتنا ثم بدا الناس يتخذون المراحيض عند البيوت ثم قالت عائشة رضي الله عنها فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد المطلب فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعيس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتصبين رجلا شهد بدرا فقالت أي هنداه أي أيتها الساذجة ولم تسمعي ما قال قالت عائشة وقلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت رضي الله عنها فازددت مرضا على مرضي وفي رواية وردت قصة قضاء الحاجة كالآتي قالت عائشة رضي الله عنها خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح فعثرت وقالت تعيس مصطح فقلت أي أم تسبين ابنك وسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعيس مصطح فقلت لها أي أمي أتسبين ابنك فسكتت ثم عثرت الثالثة فقالت تعيس مصطح لعلها كانت تفكر في هذا الأمر فكانت تتعثر بسبب قلة التركيز قالت عائشة فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك لأن هذه الأفكار تصاورني فقلت في أي شأن قالت عائشة فبقرت لي الحديث أي بينت بالتفصيل فقلت وقد كان هذا قالت نعم والله فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبويه قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قال ابن هشام عندما ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى بيت والديها لم يكن لها علم بالتهمة وقد حصلت واقعة أم مستح أيضا بعد ذهابها إلى بيتهما فهناك هاتان روايتين بهذا الشأن على كل حال تقول عائشة -رضي الله عنها- فأذن لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي رواية: وأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت والدتي أم رمان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقلت لأمي: يا أمته ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا وفي رواية أن, أن عائشة رضي الله عنها قالت سمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها قالت بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه قال أقسمت عليك أي بنيت على رجعت إلى بيتك فرجعته قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت فاما اسامه فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال اسامه اهلك ولا نعلم الا خيرا اي هي زوجتك الطاهره ولا نعلم عنها الا خيرا فلا داعي للانفصال عنها وفي رواية ان عصام قال إنه لكذب صريح لا أصل له قط وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك أي أن علي رضي الله عنه شك في الموضوع قليلا قالت عائشة رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليه أمرا قد أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. وفي رواية أخرى، وانتهرها الخادم بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به، فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم صائغه على تبر الذهب الأحمر، أي لم أجد فيها إلا خيرا، وفي رواية سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن عن عائشه فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا خيرا قالت عائشه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال زينب بن جحش عن عمري فقال لزينب ماذا علمت او رايت فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري اي ان عيني واذني سليمه تماما والله ما علمت الا خيرا قالت عائشه وهي التي كانت تصاميني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالوراء اي لم تقل الا صوابا قالت وطفقت أختها حمنا تحارب لها فهلكت في من هلك أي لم تكن عاقبتها حسنة قالت عائشة والله إن رجل أي صفوان بن الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله أي كان رجلا صالحا وتقيا فنال مرتبة الشهادة قال ابن إسحاق أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة قال بلى وذلك الكذب أكنت يا أم أيوب فاعلة قالت لا والله ما كنت ليفعله قال فعائشة والله خير منك فأن لها أن تفعل ذلك في صحيح البخاري وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يقول الامام ابن حجر الاسقلاني شارح صحيح البخاري ان اصحاب هذا الكلام هو ابو ايوب الانصاري وروي عن ابي بن كعب انه قال هذا الكلام لزوجته ام طفيل قالت عائشه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن ابي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاه في اهلي والله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا اي صفوان بن معطل ما علمت عليه الا خيرا وما يدخل على اهلي الا معي قالت فقام سعد بن معاذ اخو بني عبد الاشهل وقال بعض انه اسيد بن حدير فقال انا يا رسول الله اعذرك فان كان من الاوس ضربت عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك قالت عائشه فقام رجل من الخزرج وكانت ام حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عباده وهو سيد الخزرج فقالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبته لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من راحتك ما احببت ان يقتل فقام أسيب بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه لا فانك منافق تجادل عن المنافقين قالت عائشه فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت عائشة فبكيت يوم ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأصبح بوايا عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم حتى إني لا أظن أن البكاء فالق كبدي فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي إمرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس عندها منذ حدوث هذه الواقعة. بل كان يسلم من بعيد ويسأل حالها ويغادر قالت وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن بشيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي حتى ما احس منه قطره فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال؟ فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال؟ قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى يستقر في أنفسكم أي ربما تظنون أنني سيئة وصدقتم به ولئن قلت لكم أني بريئة ولم أفعل هذا لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني وتقولون إنها مذنبة وتتوب الآن فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال

والله يعلم اني حينئذ بريئة وان الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شأن وحيا يتلى لا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بامر ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها اي كنت اتوقع ان الله تعالى سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن براءتي ولكنني لم اكن اعلم ان الله تعالى سينزل ايه في القران الكريم عن هذا الامر قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء حتى انه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي انزل عليه وهناك روايه في سيره ابن هشام ان عائشه قالت فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من ادم تحت راسه فاما انا حين رايت من ذلك ما رايت فوالله ما فزعت ولا باليت قد عرفت اني بريئه وان الله عز وجل غير ظالمي واما ابوايا فوالذي نفس عائشه بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن انفسهما فرقا من ان ياتي من الله تحقيق ما قال الناس قالت ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فجعل يمسح العرق عن جبينه قالت عائشه فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت اول كلمه تكلم بها ان قال يا عائشه اما الله فقد براك قالت فقالت لي امي قومي اليه صلى الله عليه وسلم فقلت والله لا اقوم اليه فاني لا احمد الا الله عز وجل قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات من سورة النور أي من الثاني عشر إلى واحد وعشرين ثم أنزل الله هذا في براءتي وكان ينفق ولم مستح بن أثاث لقرابته منه وفقره كان مصدح ممن جاءوا بهذه التهمة وكان أبو بكر ينفق عليه فقال والله لا أنفق على مصدح شيئا ابدا بعد الذي قال ليعش ما قال فانزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأت أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لو حب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا كان هذا تفصيل واقعة الإفك سأتناول الباقي لاحقا إن شاء الله اريد ان اذكركم اليوم مره اخرى بالدعاء ادعوا للاحمديين في بنغلاديش نسال الله تعالى ان يحسن اوضاعهم في القريب العاجل وادعوا ايضا للاحمديين في باكستان نسال الله تعالى ان يحسن اوضاعهم ايضا وادعوا للمظلومين في فلسطين نسال الله تعالى ان يرحم حالتهم وادعوا لقاده الدول الاسلاميه ان يهبهم الله تعالى العقل والحكمه حتى يصبحوا ممن يؤدون حقوق الشعب ولا يكونوا من الظالمين لأن ظلمهم هو ما يشجع العداء على الاستمرار في ممارسة الظلم بالمسلمين لأنهم يعلمون أن هؤلاء القادة أنفسهم لا يؤدون حقوق شعبهم فكيف يمكنهم مطالبة بحقوقهم منا؟ نسأل الله تعالى أن يرحم الأمة الإسلامية الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا ولا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يَعْمُرُ بالعدل وَاللَّيْسَانِ ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر